اسمح لي بس طبوا الى داخل شوي صايت على احكي لي شو اللي صار بس احد الارهاب وضع عبوة ناسفة زين القتل ابناء الشعب العراقي فاحنا نطالب الحكومة ونطالب من كل من عنده ضمير حي زين بان يتكاتفون لوضع حد لهذه الزمرة اللي دا تقضي على الشعب ودا تسوي فتنة بين الطوائف الاخرى